نقدو في تنس جوكوفيتش عمل حاجة كتب حاجة على ما كتبش قدامكم الصورة عنده أن باتش في صدره في المباراة الأخيرة الباتش هذاك يبان تسأل جوكوفيتش شنو في الكونفيرونس دو بريس أمامكم الصورة وأمامكم اسم الباتش هذا وفما التقنية يستعمل فيها نوفاك جوكوفيتش وهي حسب ما يقول سي لو سكري دو ما كارييغ هذا اللي قاله نوفاك جوكوفيتش في الكونفيرونس دو بريس أمامكم تاو باتش التاو باتش هذا اللي هي التقنية نتاع نانو تكنولوجي يستعمل فيها سي نوفاك جوكوفيتش والتقنية هذه بالعربية باش نعطيكم بالضبط خاطر ما نجمش الحقيقة نحفظها باللغة العربية هي التقنية اللي تهتم بدراسة ومعالجة المادة على المقياس الذري والجزيئي لا يقعد بالفرنسي فرنساوي انجليزي الماتيغ تعطي شيء سوغ ان نيفو نوكليير اي موليكولير نانو معناها اي فوالا نانو الجزيئيات الصغيرة بالكل ما نش ندخلوا في التفاصيل خاطر ما نحبش تقنية وعلمية يلا تقنية وعلمية يستعمل في تقنية سبيسيال عند السبيسياليست نتاعها مي هو هوني يستعمل في تقنية سبيسيال تخليه في اوج عطائه تخليه حاضر بوستور نتاعو حاضرة كيما يلزم وأيضا فيزيكمون يكون حاضر كيما يلزم والتقنية هذه ما عندها حتى علاقة بالمنشطات أما حسب ما حسب خاطر سيرتيفيه من وزارة الصحة في فرنسا في إيطاليا في عديد الدول الأوروبية معناها مرخص بها لكن يبدو أنه نوفاك جوكوفيتش حل الباب على أنه تدخل بعض الاتحادات الرياضية على خاطر تحب ولا تكره عنده اون انسيدونس على مردود اللاعبين كي يبدا موجود كي يبدا يلعب افير اسوي ميرسي بوكو بشير شكرا كانت هذه بلاش فار